السلام عليكم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أهلا وسهلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. Class today we will continue with سورة العاديات. Okay. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. So I want everyone to repeat after me. Okay. And let's read it together. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات كدحا والعاديات ضبحا فالموريات كدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نكعا فأثرن به نكعا فأثرن به نكعا ف
فأثرن به نقعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. Okay, good. So class, repeat after me. Try to repeat more and more so you can get it and it can stay in your head. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. وإن
اسمه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okay, class, so we are finished for today. We have finished Surah Al-Adiyat. Inshallah, we will continue tomorrow. Okay, don't forget to like, subscribe, share. And also put your comment if you have any comments. Thank you and have a great day. You want to read and understand the Quran in Arabic, to speak Arabic with your friends, to hold conversations with locals when traveling. But Arabic is one of the hardest languages in the world to learn. Don't worry, we have the solution.